مبسوطة كثير إنه رجعت لأهلي ولعائلتي، بس هاي الفرحة ناقصة لأنه خواتي الأسيرات والأسرى لساهم بالسجن وكانوا جزء من حياتي بالسجن، وقفوا معي ودعموني. هالإشي أثر علي بشكل كبير إنه ما خلاش فرحتي كاملة. بتمنى إنه كل الأسرى والأسيرات يفرج عنهم، وخططي بشوف السلام انه الكل يكون عايش مع بعض بدون حدود بدون احتلال، نكون كلنا متساويين، يكون بكل العالم عدل، انه تكون العدالة والمساواة هي اساس لقيام الدول، انه مش كل حدا يتطلع على مصلحته ويقيم الحروب على دول تانية عشان المصلحة. انا عارف انه ما بزبطش معي صالح الصورة.